التطير لا نهاية له، كثير جدا من يتطير تشاف فلان، والله نسيت الكلمة يا رجل، يقول فلان شرارة، فلان منحوس، فلان نحس، فلان أعوذ بالله. إذا رأى فلان وقال أعوذ بالله، قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر هنا، قول أعوذ بالله هنا شرك أصغر تطير. خير يا طير شرك أصغر، صبحنا بوجه فلان شرك أصغر، ويضع أرقام خاصة يعني مسميات خاصة الزوجة، وزارة الداخلية، الأمن العام، الشرطة، النجدة، نعم حتى ممكن يسميها أسماء غير عربية، واحد كاتب كونان محقق يعني. احنا مأشرنا وش هذه الأسماء الغربية يا أخواننا، جيبوا لنا كونان وجيبوا لنا الأشياء دي. المهم المسلم ما يتطير، من اللي يتطير؟ المشرك المنافق. المسلم دائما يتفاءل، ما تتطير. في القديم كانت العراق ملكية، ذهب رجل من أهل السعودية للعراق وبقي هناك أشهر، 6 أشهر تقريبا، ورجع. عندما رجع السعودية حصل انقلاب وقتل هذا الملك ومن معه، فقال عندنا أحد الأمراء لهذا الرجل، قال أنت شؤم على العراق، أنت شؤم، مجرد ما رجعت انتهت العراق. قال يا طويل العمر ارسلني على اليهود، ارسلني على اليهود اقضي عليهم واتي، امر ليس بيدي، امر كتب الله، صح ام لا؟ قال لو اقضي انا اقضي على الناس خلاص اذهب الى اليهود، هناك الدوله الصهيونيه كان قضى عليها الامير ايضا، صحيح؟ لكن هو قال لا ارسلني على اليهود اقضي عليهم واجيك، لا تحتاج الى دبابات ولا صواريخ ولا شيء، امر بيد الله، تأخذ بالأسباب لا مانع. أما تتطير تتفاعل تتطير تتشائم، من الناس من يتشائم حتى بالقرآن، وعلموا الأولاد عندنا الصغار حتى هذا، علموهم التعويذات، نعم تعلم التعويذات الشركية، يتعلم يقول الحين يسافر أو لا يسافر، إيش يصنع الصغير؟ أو يذهب إلى السوق يشتري هذه أو يشتري هذه، إيش يصنع؟ معروف عند الصغار استقسام بالأزلام، معروف هذا كثير عادي طبيعي جدا، شرك هذا استقسام بالأزلام. يقول عندنا حتى عندكم حادي بادي كرم زبادي شال وحط كله في هذه، صح؟ يصنع هذا. بعدين بعض الناس قال لا قرعة، يا أخي القرعة مو هنا، أسافر أو لا أسافر، أتزوج أو لا أتزوج، هذا استقسام بالأزلام الذي كان عليها للجاهلية.